التكريم هذا شرف ليا شخصيا وشرف للمولى بصفة عامة، خاطر ليا بالعقل عرفنا باللي ماناش منسيين، الناس هتفكر فينا وراح تتبع في الامور اللي انا نخدموا فيها، دونك سيتي ريكونيسونس، سيتي ريكونيسونس، وهذه قضية يعني معنويا غادي تزيدنا في النشاط، ها الانسان يعني اللي يخدم وكلش وكذا ويعني ويتفكروه، راهي حاجة زينة، راه مازال يزيد ثاني يجدد في النشاط تاعه، وحنا الحمد لله هذه يقول الجزائر الجديدة يخصنا كاع نوضوا، ماشي واحد ولا جوج، يخصنا كاع خاطر في فايتنا كلنا الجزائريين. مع سيد الرئيس الجمهورية كان يعني مثمر، لماذا مثمر؟ يعني أولا الحال هو فنطلع يعني على الإشغالات وعلى المشاكل اللي راح يعني هامة التربية، وعارف يعني ولكن بغى يعني يسمع منا يعني صح كاين هذا الشيء ولا ما كاينش، المهم احنا نشكروه خاطر ليا راه مهتم يعني بالأمر تاعنا، والموعود اللي راه اللي عطاها في الحملة تاعه للموالة راه يتبخ فيها فهمت بالحر. احنا على كل حال الجزائر عندها يعني أغنام وسلالات يعني ملاح زينين، وش هو وقعوا فينا ودخلوا فينا واحد الطفوليات اللي بارازيت خلطوا لنا كاع البرنامج مضاربين بصح بالعملية تاع الإحصاء اللي راح ندير تاع الإحصاء الوطني تاع هذا اللي غادي تتحقق وتبين الممول الحقيقي، وداك الوقت الممول الحقيقي كيبان راه يبان حقه والدوله تعرف لمن تتعاون. هذه يعني الامور اللي انتاج عندنا انتاج ماشي ما عندناش، عندنا كاين يعني الناس يطلقوا في الفشل باللي كذا واللي كذا، لا كاين عندنا الحمد لله. صح على كل حال شهر رمضان الفيدراليه والارضيه الجزائريه اللحوم الحمراء راهم يعني نايضين باه ان شاء الله، سيرتو نشكرو يعني الجزائريه اللحوم الحمراء راهي لعبه دور وزير الفلاحه دور به رمضان ان شاء الله، الناس المواطن ياكل اللحم يعني على حساب اللحم يعني يكون اسعار معقوله ما تكونش مجهوله كما راهو انا نسمعوا كذا منها. بالنسبه للعيد الكبير ماهوش الوقت اللي نهضروا عليه، بصح نتفاعلوا الخير ان شاء الله، ما فهمت ما الشعب الجزائري ما يدهش.